السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بلا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف حالكم يا أحبابي ويا أصحابي، يا أحلى ناس، يا أحلى ناس بالكون، أنتم أحلى ناس. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، شكرا على تعاونكم، شكرا على تعاونكم. أنا عملت فيديو من فترة، قلت بقناتي إني راح أوقفها وهذا آخر فيديو. والله حبيت أعرف مين إلي ومين علي، ومين معي ومين علي، فعرفت مين إلي ومين علي ومين معي ومين علي. بارك الله فيكم. في ناس كانت تتضح بالبراءة، خيوه خيوه، لكن سبحان الله، سبحان الله، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، عرفت مين إلي ومين علي، وعرفت الشخص المسيء من الشخص الجيد. وبارك الله فيكم، وأني أشكركم، والقادم أفضل، والقادم بإذن الله أفضل، وراح تشوفون شيء قوي جدا. أنا غيرت كل، طبعا مو محتوى قناتي، قناتي هي منوعات يعني، فما غيرت كل محتوى قناتي، انا غيرت اشخاص بقناتي. فالشخص الوحيد اللي راح يبقى معي هو حمود ومناحي، ففي وجوه جديده القادمه راح تشوفونها باذن الله، راح تشوفون وجوه قادمه وقويه ان شاء الله. وبارك الله فيكم احلى احبابي، احلى احبابي واصحابي، والله اني احبكم في الله، والله اني احبكم في الله، والله اني احبكم في الله. ولا تنسونا طبعا الجديد، ها الجديد، واللي شاهد المقطع ومو مفعل الرنة أتمنى يفعل الجرس عندي، ولا تنسونا بالاشتراك، ولا تنسونا باللايك، ولا تنسونا بتفعيل الجرس فضلا وليس أمرا. ولا قوة ما في مشكلة، خير انت خسران شيء، حابها قوة حابها مروة، خلاص هي كبسة يعني، شوية أجزام رصة واحدة يعني، ما تحتاج يا جماعة، والله ما تحتاج، والله ما تحتاج، ها انك حاط الاشتراك، رجعت منين؟ فعلت، رجعت رفعت فوق فعلت الجرس، شو بتخسر يعني؟ شو بتخسر يعني؟ ما بتخسر شيء يعني، والله ما بتخسر شيء. لازم نتعاون ولازم نتساعد، وان شاء الله ارجع اقول لكم القادم افضل. فاني اقول لاختي الغاليه ام احمد ورغيه، لاختي الغاليه ام احمد ورغيه، طلبت مني فيديو سمك، اقول لك يا اختي العزيزه والغاليه، غدا ان شاء الله راح انزل فيديو سمك كرمال عيونك يا اختي الغاليه، وكرمال عيون كل اللي راح يشاهدوا، واللي ما يشاهدوا ما في مشكله يعني. ان شاء الله بالايام القادمه راح يشاهدوا. واحلى احبابي واحلى اصحابي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.